هسه نجي احنا شو نريد من برنول اكويجن؟ نجي للابلكيشن اوف برنول اكويجن. نجي من الابلكيشن اوف برنول اكويجن، اول تطبيق قاعدة برنول اكويجن اللي هو الفلو فروم ا لارج ريسيرفوار، اللي هو الجريان يصير من خزان كبير الحجم. هنا عندنا خزان بهالشكل هذا، نفس ما قلت لكم انه برنول اكويجن دائما ناخذها بين من بين نقطتين، فالنقطة الأولى اللي هي على السطح نقطة A، والنقطة الثانية اللي هي شنو ال B، هنا أنا صايرة بمجرى المي، واضحة الأمور؟ فهنا أنا أخذ نقطتين اللي هي ال A وال B. هنا أنا الداتوم ليفل نبعوا لي اللي هو الأساس مالتنا، اللي من عندنا انطلق وقاس شنو هو؟ قاس نقطة A. يعني هنا ال B عندنا على نقطة الصفر، ال A تبعد عن ال B مسافة شنو هو؟ مسافة H. فهسه راح نطبق شنو؟ نطبق قاعدة برنولي، قانون برنولي بين النقطتين يعني بين الاي والبي. فهسا نجي لنقطة اي، قلنا البراجر بنقطة اي على الرو زاد الفي بنقطة اي تربيع على 2 زاد الجي في الزت اي، واضحة الامور؟ تساوي انتقلنا لنقطة بي اللي هو البراجر بنقطة بي على الرو زاد سرعة الماع بنقطة بي تربيع على 2 زاد الجي زت بي. هسا نجي واحدة واحدة، البرجر بنقطة اي جت تعرض للضغط الجوي، اذا منطيك اياه بالسؤال اخذه، اذا ما منطيك اياه شنو هو؟ اصفره. فنفرض هنا انه ما منطيني اياه بالسؤال فسوي صفارتي. السرعة بنقطة اي قد ما تكون عندنا فتحة بالخزان، قد ما تكون فتحة بالخزان والمي راح يجري، فالمي فقط راح يقل ارتفاع، اما سرعة على السطح ما موجودة، وحتى وان كانت موجودة فكلش قليلة. واضح الامور؟ عيده. هواي راح تواجهني هيك اسئلة. السرعة بالنسبة لنقطة اي بالخزان ما يكون عندنا بي مجرى المي، بعد ما يبدي المي بالجريان فقط الارتفاع راح يقل، اما سرعة على السطح ما راح تصير عندنا، وان كانت عندنا فهي شنو؟ كلش قليلة، فاعتبرها شنو؟ اعتبرها صفر. نجي لمن؟ نجي للارتفاع، نفس ما قلنا انه البي هي واقعة لمن؟ على الداتم ليفل مالتنا، على نقطة الصفر مالتنا. فالبي واقع على صفر، اما الاي تبعد على البي عن نقطة الصفر مالتنا بايش؟ بارتفاع الاتش. فقلنا تساوي جي، شلنا الزت عوضنا عليه بمن؟ بالاتش، تساوي نجي لمن؟ نقطة بي، نقطة بي لمن هم جاي تتعرض؟ جاي تتعرض للضغط الجوي. منطيني اياه نفس ما قلت لكم اخذه، ما منطيني اياه هو جاي تتعرض هنا لمن؟ جاي تتعرض للضغط الجوي اللي هو حسبته شنو هو؟ صفر. سرعة بنقطة بي موجودة 100% موجودة لان هو مجرى مي، موجودة اللي هو في بي تربيع على 2 زائد زد بي. ايش قد ترتفع زد بي؟ هي زد بي وقع على الصفر، سميتها صفر. فالطرفين صار عندي الجي في الاتش يساوي سرعة البي تربيع على 2، فالفي تربيع صارت عندي 2 في الجي في الاتش، اخذت الجذر التربيعي للطرفين فصارت عندي 2 في الجي في الاتش. وهنا انا هم وضحتها. هنا العلاقة كتابتها تختلف عن العلاقة بالكتاب، فقط اللي هو قسم على شنو؟ قسم على أو ضرب في التعجيل، ضرب في الرو، ضرب في التعجيل الأرضي العفو، الطرفين ضرب في التعجيل الأرضي، فصارت البي على الرو زائد الفي 1 تربيع على 2 زائد الجي زت 1، ونفس الحالة بالطرف الثاني. فأنت باللي يعجبك تريد تكتبها بهالشكل هذا، تريد تكتبها بالجي زت، ماكو كل مشكلة. نفس ما قلنا انه البرنول اكويشن هي عبارة عن علاقة بين البرجر والفلوسيتي والارتفاع. وين نقدر نستخدمها؟ نستخدمها بالستادي فلو اند كومبرسبل فلو. واضحة الامور؟ هنا انا شرحت على التطبيق الاول اللي هو فلو فروم ا لارج ريزرفوار، فحصلت انه السرعة بنقطة بي تساوي 2 في الجي في الاتش. هسه تقول لي اقدر انا اذا جتني نفس حالي استخدم هاي مباشرة، استخدم هاي القانون مباشرة؟ لا، انا اريدك توضح لي انه شلون حسبت الضغط، شلون حسبت الفيلوسيتي، اريدك توصل للنتيجة انه شلون حصلت التو في الجي في الاتش. واضح الامور؟ هسه عندنا اول سؤال 4.4 اللي هو ابراجرايز تانك، تانك مضغوط اوف ووتر هاز 10 سنتيم دايميتر اورفيس at the bottom. هسا نجي هنا للسؤال هذا، هنا عندنا الاورفيس الموجود بنهاية التانك، القطر مالته شنو هو؟ 10 سنتيم، التانك مضغوط يعني ما مفتوح للضغط الجوي، لا مضغوط،
والضغط مال التشقيق 300 كيلو باسكال. بعد اسمه الطيني ووتر ديسشارج تو ذا اتموسفير، واضح الامور؟ جاي الديسشارج مالته الاوت مالته الفلو وين جاي يروح؟ جاي يروح للاتموسفير وبرجع. ذا ووتر ليفل از 3 متر ابوف ذا اوتليت، ذا ووتر ليفل از 3 متر ابوف ذا اوتليت. بالي سو انه بين الاوتليت وبين مصدر الارتفاع المي ايش قد؟ 3 متر. The tank air pressure above the water level معطيك اياه اللي هو 300 كيلو باسكال، و the atmosphere pressure 100 كيلو باسكال. هذا الامور بس عندي الضغط اللي جاي يتعرض للوتر اللي هو 300، والاتموسفير برجر هنا جاي لي 100 كيلو باسكال، يعني ما اقدر اهمله لا مطين قيمته. يقول لي يا ابي اهمل الفراكشن افكت واحسب لي ذا انيشال ديسشارج. نفس ما قلنا الديسشارج ريت معناه شنو؟ معناه الكيو. الديسشارج ريت معناه الكيو، مو الام لا الكيو اوف ذا ووتر فروم ذا تانك. واضح مو انيشال؟ ليش انيشال؟ انيشال ديسشارج لان هنا قيمة الكيو راح تختلف قيمتها بعد مرور فترة، يعني ليش؟ لان الاش راح يختلف هنا، واضح الامور؟ فيريد الانيشال عند ما يكون الارتفاع ايش قد؟ 3 متر. فهسه انا شو اسوي بهالحالة هاي؟ يريد من عندي شنو؟ يريد من عندي الكيو ايش قد؟ جاي يصرف هالتانك هذا مي بالثانية، متر مكعب بالثانية، خلال هالمعلومات هاي عند ما تكون ضغط الهواء يتعرض للمي 300 كيلو باسكال، الضغط الجو 100 كيلو باسكال، الارتفاع عن النقطة مالتنا 3 متر، يريد الكيو. فشلون اقدر احصلها؟ هنا انا جيت اخذت نقطتين، هنا نفس ما تشوفون بالرسم، هنا نقطة واحد على السطح ونقطة ثانية هنا، واضح الامور؟ هنا نقطتين اخذت، هالنقطتين هاي، هالنقطتين هاي راح اطبق بيناتهم شنو؟ قاعدة برنولي. فقلت يابا البرجر بنقطة واحد على الرو في الجي زاد سرعة هالنقطة على التو في الجي زاد الزت 1 تساوي، انتقلت للنقطة الثانية اللي هي البي 2 على الرو في الجي زائد ال V2 تربيع على 2 في G زائد Z2. هسه اجي واحدة واحدة، نجي النقطة الأولى، النقطة رقم واحد جاي تتعرض للضغط، اي نعم، أول شي التانك مغلق والضغط جاي يتعرض له اللي هو 300 كيلو باسكال، هاي النقطة وجاي تتعرض للضغط ايش قد قيمته؟ 300 كيلو باسكال. يابي النقطة رقم واحد جاي تتعرض للضغط 300 كيلو باسكال، ضربته في 10.3 عمود حول الباسكال على شنو؟ الرو في الجي، الرو شنو؟ مي عندي اللي هو 10.3 كثافته في 9.81. اجي لمن؟ اجي لهالسرعة هاي، سرعة بنقطة واحد على السطح، عندي سرعة؟ لا ما عندي سرعة، لأن عندما يبدي المي بالتصريف فقط راح يقل الارتفاع، أما كسرعة على السطح ما راح تصير عندي، وإن كانت فهي كلش قليلة، فأهملها، أعطيها صفر، زاد. نقطة بي، نقطة اثنين اللي هي الداتم ليفل باولي، هي الداتم ليفل حسبوا من عندها شنو؟ الثلاثة، فهي مو هي نقطة الصفر اللي بدأوا من عندها شنو؟ يحسبون الثلاثة. فقلنا يا نقطة اثنين واقع على خط الصفر، أما نقطة واحد ايش قد تبتعد عن نقطة اثنين اللي هو شنو؟ ثلاثة. فهي خلصنا من الطرف الأول، هي يعني عبارة عن أسوي بالانس للمعادلة مالتي، تساوي البي 2، البي 2 جاي تعرض ضغط الجو، ضغط الجو مطيني اياه؟ اي نعم مطيني اياه، ايش قد؟ اللي هو 100 كيلو باسكال في 10.3 نفس الشيء على كثافه في التعجيل الارضي، زاد سرعه بنقطه 2 موجوده 100% لان هو مجرى مي، فالفي 2 تربيع على 2 في 9.81، زاد الزد 2 ايش قد؟ ارتفاعها الزد 2 يابا هي واقعه على خط الصفر مالتنا الداتم ليفل، فالزد 2 شنو هو؟ صفر. هسه انت تقول لي ليش انا استخدمت البرنول اكويجن؟ صحيح، ليش استخدمت البرنول اكويجن؟ لان هو شو يريد من عندي؟ يريد من عندي الديسشارج، فلازم احصل الفيلوسيتي بنقطة اثنين في شنو؟ في المساحة. هذا الامور الديسشارج الكيو شنو معناه؟ شنو قانونها؟ الافرج فيلوسيتي بما في المساحة. الافرج فيلوسيتي شلون احصلها؟ ما اقدر احصلها الا عن شنو؟ عن طريق البرنول اكويجن، فرجعت للبرنول اكويجن. اما بالنسبة للمساحة معطيني اياها اللي هي 10 سنتيم، اللي هي 10 سنتيم، فبقت عندي الفيلوسيتي. شلون اقدر احصلها؟ ما احصلها الا عن طريق البرنول اكويجن، طبقت البرنول اكويجن
طلعت لي بالسرعة بنقطة اثنين اللي هي 21.4 متر على الثانية. ارجع وين اعوضها؟ اعوضها بالكيو اللي هي 21.4 اللي هي السرعة في باي على 4 في 10 أس سالب 2 حولت المتر كل تربيع، حصلت على الكيو يا بيعطيني 0.107 أو 168 متر مكعب كل ثانية اللي هي الديتشارج وهالأمور. هاي بالنسبة للمن. بالنسبة للسؤال 4.4 نجي للمن. السؤال 4.5، 4.5 اللي هو نفس الحالة 4.5 2 متر هاي ارتفاع لارج تانك خزان كبير is initial filled with water ملئة بالمي. The tank water surface is open to the atmosphere. اوكي هسه هنا أنا قال لي مفتوح للضغط الجوي. And the شرب age 10 سنتي. هنا الشرب ايج نقصد بيه هاي الحافة الحادة قطرها ايش قد؟ 10 سنتيم اللي هي مستمرة 10 سنتيم. Orifice at the bottom drains to the atmosphere جاي يفرغ للضغط الجوي through the horizontal 100 meter long pipe. طول البايب هذا ايش قد؟ 100. The total irreversible heat losses of the system is determined by to be 1.5 meter. اوكي هنا حسب لي الخسار الهيد لوزز. هسه نجي نعرف شنو الهيد لوزز. عندنا خسارة هنا نتيجة الاحتكاك الجاي يصير عندنا بهالبايب هذا اللي طوله 100 متر، اكو خسارة جاي يصير نتيجة الاحتكاك. فهالخسارة هاي حسب لنا اياها، قال لي يا مقدار هالخسارة هاي مقدارها ايش قد؟ 0.15 متر. وش يريد من عندي؟ نفس الحالة determine the initial velocity of the water from the tank، فيقول لي احسب لي قيمة السرعة الابتدائية عندما ما يكون الارتفاع 2 متر من التانك، احسب لي اياها. واضحة الأمور؟ فنفس الحالة عند ما اريد احسب الـ velocity ما عندنا غير طريقتين، اما احسبها عن طريق الـ Bernoulli equation او احسبها عن طريق شنو؟ الـ volumetric flow rate اللي هي الـ Q. اوكي الـ Q اللي قانونها الفيلوسيتي في الاي، الاي موجوده عندي بس الكيو ما موجوده عندي، فهاي بعد ما اقدر احسبها، لازم احسبها عن طريق شنو هو؟ اقدر احسبها عن طريق البرنول اكويجن. اجي السؤال 4.5 رسم التوضيح هاي، قدمت استخدمت نقطتين اللي هي نقطه على السطح ونقطه اللي هي الاوت. واضح الامور؟ فاستخدمت البرنول اكويشن بين نقطتين في نفس الحالة البي 1 على الرو في الجي زائد البي 1 تربيع على 2 في الجي زائد الزت 1 تساوي البي 2 على الرو في الجي الى اخره. فقط ضفت للطرف الثاني الخسارة، دائما تصير عندنا بالطرف الثاني اللي هي الهيد لوسز. واضح الامور؟ الهيد لوسز اللي هو ارتفاع. واضح الامور؟ الهيد لوسز دائما يعبرون عن الخسارة بالهيد لوسز او الـ H fraction. ان شاء الله هناخذها بالفصل السادس. نتيجة الاحتكاك نتيجة طول البايب، وهاي الخسارة نتيجة الاحتكاك يعوضونها بقاعدة برنولي. هاي القيمة راح تأثر على الـ Q، راح تأثر على الـ velocity، راح تأثر على المعادلة بشكل عام، راح تقلل من القيمة نتيجة الاحتكاك الموجود. عمود يقول لك اكو احتكاك موجود في المسألة، مرات يقول لك احسب لي اياه يعطيك اياه يعطيك لي قيمة، ومرات لا يقول لك اهمل لي اياه. بس بهالسؤال هذا مطي قيمته، فلازم شنو تحسبه دائما وين اضيفه؟ اضيفه على الطرف الثاني. واضح الامور؟ لان دائما الخسارة تبدي وين؟ النقطة الأولى ما بيها خسارة، النقطة الثانية تبين بيها خسارة نتيجة مجرى الماي من التانك الى البايب هاي. واضح الامور؟ فاجي نفس الشيء النقطة رقم 1 تتعرض للضغط الجوي ما مطيني قيمته فصفرته، سرعة على السطح ما موجودة عندي صفرتها. ارتفاع النقطة الأولى عن النقطة الثانية بشقد؟ ب2 متر فذكرته. واضح الأمور؟ أجي من؟ أجي النقطة رقم 2. النقطة رقم 2 مفتوحة للضغط الجوي؟ صحيح. سرعة موجودة بها؟ هي موجودة أنا أحتاجها. زائد بعد زد هي موجودة على الصفر مالتنا. دائما نحسب النقطة الأولى عن طريق النقطة الثانية. النقطة الثانية هي الواقع على الصفر مالتنا الداتم ليفل، فعوضتها صفر. الهيد لوزز مطينية؟ أي مطينية اللي هي 1.5. واضح الامور؟ 1.5. فاجيت بعد
بعد ما صفيت المعادلة مالتي ال V2 تربيع صارت قد 2، الواحد بوينت خمسة نقلته في 2 في 9.81، فحصلت انه السرعة الثانية ايش قد حصلت؟ 3.13 متر على الثانية. واضح الامور؟ فقط بهالسؤال هذا ضاف لنا انه الهيد لوزز، اذا عدنا هيد لوز دائما نضيفه وين؟ بالمعادلة بالطرف الثاني مال المعادلة. صدق لي اقدر اضيفه بالطرف الاول؟ اي ضيفه، بس طي شنو؟ طي علامة ماينص. واضح الامور؟ طي علامة ماينص. بعد من تطبيقات قاعدة برنولي، اذا كان عندنا بومب مثلا، عندنا منظومة باي بات بالبيت مالتنا، تدرون كل منظومة باي بات مرات نحتاج الى مضخة على مود ترفع لنا الماي من منطقة لمنطقة ثانية. فاذا صار عندنا بومب شلون نستخدم قاعدة برنولي؟ هنشوف. بس عندنا هالسؤال ده هوريزونتال بومب، هوريزونتال، اذا قال لك هوريزونتال بومب يعني شنو؟ هو المنظومة كلها تكون على خط مستقيم واحد، فالزت 1 والزت 2 تنهمل. واضح الامور؟ دائما تكون على خط مستقيم، على خط افق واحد. فالهلبام هاو جاي يعطيني فلو ريت مقدار ايش قد؟ 0.01 158 متر مكعب على الثانية. شو يقصد بيها؟ يقصد بيها الكيو. فيقول لي اهمل لي اللوزز هنا بالي، الاتش لوز اهمل لي اياها. يريد من عندي الباور is delivered to the water by the mob is get قدرة يقدر ايه قد قدرة جاي يصرفها البام ويوصلها للمي. هذا الامور البام من المكان المستهلكة، من المكان المستهلك للطاقة. فايش قال لي؟ ايش قد طاقة او ايش قد قدرة جاي يستهلك لي هالبام هذا ويوصلها للمي عمود يعبر ليها من مكان لمكان ثاني. بس اول معلومة مطيها الهوريزونتال ومطينا اكو بام بالموضوع، فلازم شو استخدم؟ استخدم اتش بام. هسه نجي شنو الاتش بام، وجاي يعطيني شنو؟ الدشارج. بعد مطيني بالسؤال، مطيني البرجر باول هنا، هنا الان وهنا الاوت، هنا الان وهنا الاوت، هنا بالسهم هذا. فبالسكشن رقم واحد مطيني الدايميتر 9 سنتيم، مطيني البرجر اللي هو 120. بعد ايش مطيني؟ مطيني بالنسبة للسكشن الثاني مطيني الدايميتر، ومطيني شنو؟ مطيني الضغط. شو يريد من عندي؟ يريد من عندي ايش قد باور، ايش قد باور جاي يوصلها البام المن للمي. اول شيء اريد اعرف شنو قانون الباور. خليني اقول لكم شيء، انه قانون الباور مال البام، الباور مال البام قانون هالجاما سبيسيفيك ويت في الكيو في الاتش بام. واضح الامور؟ الاتش بام شنو؟ الاتش بام هو مقدار الارتفاع، مقدار الارتفاع اللي يقدر البام المضخة تقدر توصل لنا المي مالتنا لأي ارتفاع. واضح الأمور؟ الاتش بام اللي هو مقدار الارتفاع اللي المضخة تقدر ترفع لنا المي مالتنا من منطقة لمنطقة ثانية. ايش عوضوا عنه؟ عوضوا عنه بمن؟ بالاتش بام، الهيد بام، الهيد بام اللي هو ارتفاع. فكل ما كان الهيد بام، كل ما كان الهيد بام قيمته كبيرة، راح يصير الباور مال البام شنو؟ أكبر. فسأجل هالسؤال هذا، إذا كان عندي بام بالموضوع شلون أستخدم برنولي كويجين؟ راح يصير عندنا البي 1 على الرو في جي نفس الشيء، البي 1 تربيع 2 في جي زائد الزت 1 زائد الاتش بام. ليش ضبطه بالطرف الأول؟ يعني دائما الاتش بام ينضاف لنا وين؟ بالطرف الاول من المعادله، حتى يوصل لنا ماي وين؟ للطرف الثاني. واضح الامور؟ فدائما هو شنو؟ هو يضيف طاقه، يضيف طاقه للطرف الاول حتى يوصل لنا ماي وين؟ للطرف الثاني. فوين ضفته؟ ضفته وين؟ بالطرف الاول، تساوي نفس المعلومه، نفس المعادله للطرف الثاني زائد الاتش لوز هنا ضفته. بس هو بما انه قال لي اهمل لي اياه، فشنو؟ هملته. قال لي يا بالهوريزونتال ما مطين ارتفاع هملته. ايش بقى عندي؟ بقى عندي البي 1 على الرو في الجي زائد البي 1 تربيع 2 في الجي زائد الاتش بوم تساوي البي 2 على الرو في الجي زائد البي 2 تربيع 2 في الجي. واضح الامور؟ بس شنو المجهول عندي؟ البي 1 البي 2 موجوده. واضح الامور؟ الدايميتر الاول والدايميتر الثاني موجودين، بس ما شنو بعد عندي مجهول؟ عندي مجهول ال V1 تربيع وال V2 تربيع، اثنينات المجهولات، شلون احصلهن؟ بس مطيني شغله بالسؤال مالتي، مطيني الديسشارج،
واضح المو؟ مطين الديتشارج. لما طول مطين الديتشارج افرض انه الفلو مالت الستادي فلو، حتى لو ما كاتب لي افرض الفلو مالت انه الستادي فلو، فاقدر استخدم شنو هو الكونتينيوتي كويجن اللي هي الكيو ان تساوي الكيو اوت. فعن طريق الكيو شو اقدر احصل؟ اقدر احصل على الفيلوسيتي واحد، واقدر احصل شنو هو على الفيلوسيتي اثنين. حتى لو ما اعطاك اياها بالسؤال، انت تفرض انه الفلو مالت الستادي فلو، فحصلت من عنده الفي 1 وحصلت من عنده شنو هو الفي 2، حصلتهم اثنيناتهم. وين اقدر ارجع؟ شوف الكيو اللي هي وحده ما اختلفت، لان نفس ما قلنا الكيو ان تساوي الكيو اوت، فعوضتهم حصلت الفي 1 والفي 2 تربيع. هاي كل المعادله مالت الاستخدامات. عم شو احصل؟ عم احصل الهيد بام. واضح الامور؟ ليش اريد احصل الهيد بام؟ عم شو اعرف؟ اقدر احصل الباور مال البام. حصلت الهيد مال البام اللي هو 53.58، الارتفاع اللي يقدر نحصله من المضخة 53 متر، فعوضته بالباور مال البام قانونه اللي هو الجاما. حفظوه في الكيو في الاتش بام، باعولي الاتش بام مو الاتش الارتفاع بين نقطة ونقطة، لا هيد بام. بعض هالامور دائما الطلاب تشتبه بيها، الهيد بام. فالجاما اللي هي جاتنا من الرو في الجي اللي هو الالف في 9.81، في الكيو اللي هي الديتشارج مطينيها بالسؤال هي 0.0158، في الاتش بام اللي هو 53.85، حصلت الباور مال بام اللي هو 8350 واط. واضح الامور؟ 8350 واط، هاي بالنسبة لنا بالنسبة للباور مال البام. ان شاء الله واضحة الامور، انه فقط اذا عدنا اتش لوز اضيفه بالطرف الثاني، اذا عدنا اتش بام اضيفه بالطرف الاول، لان البام دائما يضيف طاقة للطرف الاول، الاتش لوز دائما ياخذ طاقة من نتيجة الاحتكار. واضح الامور؟ فانا اي شيء عندي يضيف طاقة اضيفه بالطرف الاول، اما اي شيء ياخذ من عنده طاقة اضيفه وين؟ بالطرف الثاني. هاي بالنسبة لمن؟ بالنسبة لل اذا كان عندي بام. هذا السؤال محلول عندكم بالمحاضرات. اجي من اجي ال 4.7، ال 4.7 اللي هو يحكي على اذا كان عندي مي بدرجة حرارة 20 درجة سيليزية از بام، استخدام بام ات 3.34 فوت تكعيب على الثانية. شنو هاي معناها؟ جاي يعطيني، جاي يضخ لي بقيمة 3.34 فوت تكعيب على الثانية، يعني جاي يضخ لي فلوريد. واضح؟ جاي يضخ لي فلوريد بهالقيمة هاي from the lower to the upper reservoir. واضح مو هو شو هي فائدة البام؟ انه يضخ لي مي من الخزان السفلي للخزان العلوي. reservoir shown the figure below by fraction loses are approximated by مرة تسميها HL، مرات يسميه HF. ال head loses or ال fraction loses نفس الشيء حسب المصدر. احنا راح نسميها ال HF، راح نمشي عليها اللي هو 27 V تربيع على 2 في الجي. هالامور هاي قيمتها اقدر احصلها قد ما اضرب 27 ال V average تربيع على 2 في الجي. فقايل لك يا بال V اللي هو ال average velocity in the pipe of the pump اوف هاي 75، انه كفاءة البوم هي 75%. وات هورس باور از نيدد تو درايف ات، يريد قيمة الباور مالتنا بيما بالهورس باور. بس انا اجي اوف هالمصطلحين ذني اخير جملتين هو. بس انا عندي خزانين، الخزانين يربطون عن طريق بام، البام مربوطين عن طريق بايب، البايب قطرة شقد 6 انش، ارتفاع الخزان الاول 50 فوت، ارتفاع الخزان الثاني 150 فوت. واضح الامور؟ 50 فوت 150 فوت. اثنينات المفتوحات للضغط الجوي يريد من عنده شنو؟ يريد من عنده الباور مال البوم. الباور مال البوم شنو قانونه؟ نفس ما قلنا بالسؤال اللي قبله اللي هو الجاما في الكيو في الاتش بوم. واضح الامور؟ بس انا المفروض احصل شنو؟ احصل الاتش بوم. يا سؤال هذا سؤال 4.7، فهنا كتبت المعلومات اللي هو الكيو مطيني اياها، الفراكشن الهيد فراكشن فراكشن لوسز اللي هو 27 في تربيع 2 في الجي، يريد مقدار الباور بالهورس باور، الهورس باور اللي هي وحده
شلون احصل نفس ما قلنا على الباور مال بام اللي عن طريق الجاما في الكيو في الاتش بي. فالجاما تقريبا موجوده عندنا اللي هي الرو في الجي، الكيو موجوده عندي. ايش بقى عندي؟ بقى عندي اللي هو الكيو، عفوا بقى عندي الاتش الهيد بام. شلون احصل الهيد بام؟ ما عندي غير طريقه اللي هو شنو هو البرنول اكويجن. طبقت البرنول اكويجن بي 1 على الرو في جي زائد في 1 تربيع زائد الزت 1 زائد الاتش بوم. لا تنسون اذا عدي بوم لازم اضيف شنو الهيد بوم، يساوي البي 2 على الرو في جي زائد في 2 تربيع 2 في جي زائد الزت 2 زائد الاتش لوز او اتش فراكشن. فيكم اي مصطلح تشوفونه ماكو مشكله. فهسه نجي نحلل معادلتنا. المعادلتين مفتوحات، الخزانين مفتوحات للضغط الجوي، فالبرجر ما مطين الاتموسفير هملته صفر وصفر. سرعتين على السطح ما موجودة عندي، فقط راح يقل الارتفاع، أما سرعة على السطح ما موجودة فاثنيناتهم صفر. بعد اوكي جي زت 1 موجودة، الزت 1 موجودة والزت 2 موجودة. فالزت 1 اللي هو 50 زائد الاتش بوم اللي انا احتاجه تساوي الزت 2 150 زائد الاتش لوزز، مو صحيح؟ لان هو قايل الاتش لوز موجود ولازم تحسبه. فهسه صارت عندي معادلة. انا شو احتاج من هالمعادله؟ احتاج الاتش بوم. بقى عندي مجهول الاتش فراكشن، قال لي يابا متواجد اتش فراكشن موجوده معادله اللي هي 27 في تربيع 2 في جي. بس انا ابغى المعادله التعجيل الارض موجود، بقى شنو هو؟ فقط الفي. وقايل الفي اللي هي شنو هو؟ الفي افريج، مو الفي على السطح نقطه واحد لو نقطه اثنين، لا الفي افريج اللي هي داخل البايب. شلون احصلها؟ احصلها عن طريق الكيو، الكيو اللي هي الفي في الاي. فانا احتاج ال V اللي هي ال Q على ال A، فحصلت ال V اللي هي 17 فوت على الثانية. فرجعت عوضتها بال H loses، حصلت شنو اللي هي 121 فوت. واضح الامور؟ بس ال 121 لوس طبقتها بالمعادلة ايش حصلت؟ حصلت 221. يعني تخيلوا لو هسه انا ما حاسب ال H fraction ايش قد راح يصير ال H bomb، يعني لو همنا ال H، يعني قلنا ماكو احتكاك 221 وضيف الى 121 راح تصير قيمه كلش كبيره مال الاتش بوم، بس نتيجه الاحتكاك ايش قد صارت قيمته؟ 221 فوت. ارجع اعوضها وين؟ اعوضها بالباور مال بوم. واضح الامور؟ عوضتها بالباور مال بوم، طلعت لي ايش قد؟ طلعت لي 64. الوحده مالت المفروض تصير باوند اللي هي الباوند فورس في الفوت على السكند. واضح الامور؟ اللي هي النيوتن في المتر على الثانية اللي هي الواط. واضح الامور؟ الواط اللي هي جايتني من الجول على السكند اللي هي نيوتن في المتر على الثانية، فصارت اللي هي عبارة عن باوند فورس في الفوت على الثانية اللي هنا. ما لكم علاقة بالجزء الثاني اللي هو الهورس باور. هنا كتبت مع اذا تريد تحول للهورس باور انه كل واحد واط يساوي هالقيمة، اذا اريد احول الم للهورس باور اذا كانت الاس اي يونت. اما اذا كانت اليو اس يونت فاقدر اضرب كل واحد باوند فورس في الفوت على السكند بهالقيمه هاي يحول لي انه الهورس باور. فاقدر اضرب هذا الرقم بهالرقم هذا يعطيني العفو هورس باور. اما اذا كان عندي واط اضرب القيمه اللي حصلتها بهالرقم يعطيني شنو هورس باور. ماكو داعي تحفظونه، فقط اعطيكم معلومه عم تستفادون من عندها. هاي فيما يخص البام، فيما يخص شنو؟ فيما يخص البام. اذا عندي توربين نفس ما قلنا انه البام يضيف طاقة، اما التوربين هو يستخرج طاقة من الفلو مالتنا، فشو يعتبر مستنزف للطاقة. واضح الامور؟ البام يعطي طاقة ويعبر للفلو من منطقة الى منطقة اعلى، اما التوربين بالعكس، التوربين هو يستنزف يستخرج الطاقة من الفلو ويعبرها. واضح الامور؟ فاذا كان عندي توربين بالمسألة مالتي شلون استخرجها؟ بالسؤال هذا ال 4.8 the water flow from the upper عكس البوم، البوم من اللور للأبر، أما التوربين من الأبر للور. from upper reservoir to a lower one while passing through a turbine ball as shown find the power generated by the turbine إيش قد قدرة متولدة. شوفوا على البام ايش قد قدرة مصروفة على البام، اما بالنسبة للتورباين ايش قد قدرة جاي يولدها التورباين. فالمهم هنا عندي توربين، عندي خزانين واحد واثنين، مطيني الارتفاعات 50 متر
193.6 متر توربين مطيني الكيوب بعولي الديتشارج جاي تعبر من خزان واحد الخزان اثنين شيرد من عندي من عند باور. شلون اذا كان عندي توربين، اذا كان عندي توربين بالمعادله مالتي نفس الشيء الباور مال توربين تصير الجاما في الكيو في الاتش مال توربين. واضح الامور؟ الاتش مال توربين بدل ما كان عندي اتش بام اللي هو شنو هو الاتش توربين. الاتش توربين اللي هو الهيد توربين اللي هو الفرق بين الخزان بين خزانين، الفرق بيناتهم. وهذا الارتفاع يكون ارتفاع عمود، وكل ما كان الارتفاع اعلى كل ما كان فرق الارتفاعات اعلى بين الخزانين، او العفو كل ما يكون البعد بين الخزانين اعلى كل ما يسلط له ضغط اعلى، فكل ما يعطيني قدرة اعلى. واضح الامور؟ مو الخزانين، الفرق بين خزانين، لا العفو، يعني ما يكون البعد بين الخزان الاول والخزان الثاني، الخزان الاول والخزان الثاني اكبر كل ما يولد له طاقة اكبر اللي هو شنو هو الهيد توربين. بس اجيت طبقت البي توربين اللي هو البور للتوربين اللي هو الجاما في الكيو في الهيد توربين، فالكيو موجودة عند الجاما موجودة عندي، فقط عندي بقى شنو هو فقط عندي الهيد مال التوربين. فاستخدمت قاعدة برنولي بم ما عندي فشلتها من المعادلة. البي 1 على الرو في جي زائد البي 1 تربيع 2 في جي زائد الزت 1 يساوي البي 2 على الرو في جي زائد البي 2 تربيع 2 في جي زائد الزت 2 زائد الاتش توربين. واضح الامور؟ الاتش توربين ضفته وين؟ بالطرف الثاني، لان هو شنو يستنزف للطاقه مال الفلو، يستنزف المال للطاقه مال الفلو، فضفته وين؟ بالطرف الثاني. نفس ما قلنا عندنا شيء يضيف طاقه بالطرف الاول يستنزف التوربين